يعني نقدر نقسم الأسباب مثلا قبل الولادة شنو ممكن الأسباب وبعد الولادة نعم شنو؟ نعم طبعا الأسباب الأولى هي أهم سبب، طبعا هو الولادة المبكرة. يعني لذلك نسبة الشلل الدماغي بالأطفال بصورة عامة هو تقريبا 1 بالألف إلى 2 بالألف، ممكن 3 بالألف حسب المكان وحسب النظام الصحي، لكن ترتفع بشكل كبير لما تكون الولادة مبكرة، توصل إلى 15%. فإذا واحدة من الأسباب هو الحديثي يعني الولادة المبكرة، لكن لا يمكن ربط الولادة المبكرة في طفل معين مع الشلل الدماغي في هذا الطفل، لكن هي واحدة من الأسباب. الأسباب الثانية هي أسباب وراثية، ولما نقول وراثية لا تعني سبب الأم أو سبب الأب، لأنه الوراثة أيضا تتأثر بأشكال، تتأثر بالجو، تتأثر بالطعام، تتأثر فلاض، وممكن تكون طفرة، ممكن تكون خلل أثناء التبيض. فما معناه من نقول وراثة، فإذا أكو جزء وراثي بالموضوع، لكن لما نقول وراثة مو نلوم الأب ولا الأم بسبب هذا. النقطة الثانية هي عدوى خلقية، ولما نقول خلقية نقصد العدوى ما قبل الولادة. مجموعة من الفيروسات تصيب تكون علاماتها جدا بسيطة بالأم، لكن تأثيرها كبير على الطفل، مثل الفيروس المتضخم أو الحصبة أو الحصبة الألمانية. هناك أسباب أخرى مثل نقص الأكسجين، نقص التروية خلال الولادة. خلال الولادة طبعا هذا أيضا لما يعني من خلال يعني عملي ومساعدتي لهؤلاء الأطفال اكتشفت أنه هناك توهم أو خطأ كبير من الأطباء ومن الأهل حول موضوع نقص الأكسجين، نقص التروية. لأنه معظم الناس يعتقدون أنه نقص الأكسجين، نقص التروية يشخص بالأشعة أو بالرنين أو بالسي تي سكان. تمام؟ فخطأ كبير. نقص الأكسجين، نقص التروية يشخص بتاريخ المرض. يعني مثلا أعطيك مثل بسيط، عندك سيارة، يجي واحد يقول لك سيارتك مضروبة، بس تقول له يا أخي ترى سيارتي ما انضربت قبل. فما يجوز أنه السي تي سكان يقول لك عندك نقص أكسجين بس أنت ما عندك تاريخ مرضي بالموضوع. لأنه وبعدين لازم الأهل، يعني هذه مشكلة كبيرة أنا أواجهها خلال تواجدي هنا، أنه نقص الـ MRI أو السي تي سكان حتى يشخص نقص أكسجين يجب أن يكون يجرى بين اليوم الرابع إلى اليوم السابع. لما يجرى بعد اليوم السابع لا يمكن أن يحدد أذى أو تلف أو ضرر دماغي بسبب نقص الأكسجين. فأريد أؤكد على هذا الموضوع، صحيح. نقص الأكسجين، نقص التروية لا يشخص بالسي تي سكان. زين شلون يشخص إذن؟ لما طفلك يأخذوه منك ويخلوه بحاضنة، مو يخلوه ساعة ساعتين ثلاثة، ساعة ساعتين هذا لا يعتبر شيء، يخلوه يومين، 4 أيام، شهرين، هذا يعتبر صار نقص أكسجين، نقص تروية. مو حطوا يعني 5 دقائق ورجعوا لك، هذا لا يعتبر نقص أكسجين. فأريد أؤكد على هذا الموضوع، لأنه أحيانا يلام الأطباء النسائية والتوليد على هالموضوع، وهذا خطأ، لأنه لا يمكن ربط الشلل الدماغي مع الرابط، لأنه هو متعدد الأسباب. فلذلك تشوف أنت نقص أكسجين، نقص تروية، هايبوكسيك إسكيميك إنسيفالوباثي، اعتلال الدماغ نتيجة نقص الأكسجين، نقص التروية، وطفل يصير طبيعي، وطفل ما بيشي لكن يصير عنده شلل دماغي. لا يمكن ربط الاثنين مع بعض. وايضا كل من الى اسباب، نعم، وكل من الى عوامل. نعم. ايضا هناك اسباب تغذويه احيانا بسبب الام، اذا الام مثلا التدخين، مثلا السمنه المفرطه، مثلا سوء التغذيه بالام، سوء التغذية ممكن خلال فتره الحمل، نعم، او ممكن ايضا تؤثر، لا لكن لا يمكن ربط الاثنين. أكيد. تمام. طبعا ايضا إذن هي مجموعه عوامل بالضبط. او مجموعه اسباب. هناك ايضا اسباب خلقيه، اكو عندك خلل خلقي بالدماغ. طبعا تشقق الدماغ او هجره الخلايا الدماغ من مكان الى اخر او اختفاء الدماغ. من الاسباب الاخرى هي الجلطه الدماغيه في الاطفال، او يسموها نيونيتال ستروك، مثل الجلطه الدماغيه بالكبار، نفس الطريقه، ولكن تصير بالاطفال، تكون نادره لكن ايضا ممكن تؤثر او تؤدي الى تلف دماغ ينتج عنه شلل دماغي. ممتاز. طيب دكتور، يعني من خلينا نقول من كلام حضرتك، يعني زواج الاقارب او هو
يعني يعتبر من الوراثة أو من الطفرات نعم. الوراثية، هو عامل لو هو سبب رئيسي، هو عامل مساعد، هو عامل لا مساعد. يمكن ربط أي عامل بأي طريقة ما بمرض أو بوجود شلل في طفل ما، لكن هو يؤثر. كل ما كان الزواج بعيد كل ما كان أفضل، لكن لو اضطرينا لزواج الأقارب لازم نفحص الأم والأب بتاريخ المرض بالفحص السريري بتحاليل مخبرية وأيضا بالسونار، ونتأكد من صنف الدم وأشياء أخرى وتاريخ المرض قبل، وأيضا الالتهابات أو الأخماج أو العدوى مثل الحصبة الألمانية، الفيروس الضخم، الفيروسات الأخرى. فإذا لازم يقيم الأب أو الزوج والزوجة قبل الزواج، قبل العقد، حتى إذا أريد نتزوج زواج قارب. لكن الأفضل كل ما نبتعد بالزواج الأفضل، لكن مرة ثانية لا يمكن ربط زواج الأقارب بالشلل الدماغي. حقيقة أريد أوصل هذه النقطة بحالة معينة بمرض معين، لكن على العموم هي أحد الأسباب، لكن مرة ثانية شلل الدماغ هو متعدد الأسباب، ولا يمكن ربط سبب واحد بمرض واحد بطفل معين. ممتاز، عشت إيدك.